بعد كده في الدقيقة 33 34 هنا بقى ركلة الجزاء عايزين نشوفها بهدوء، لأن أنا للوهلة الأولى قلت لا ما هياش بنالتي، للوهلة الأولى في الفرجة كده، لكن تعال نشوف سوا حكمك عليها في البداية على بنالتي. طول وهي ماشية بسرعة، أنت عارف ما تبقاش أنت مركز، لكن تعال نشوفها وهي متاخدة على السريع، وبعدين تعال نشوف مختلف الزوايا. طب هم بيعترضوا على أحقية الأهلي على البنالتي. ما احنا نشوف. بص هو هنا أدي أبو تريكة فوق، هنا يبان لنا ما فيش حاجة إنه نط والتاني نط، نشوف الزاوية التانية، دي زاوية تانية برضه نط وهو نط، في بقى زاوية تالتة هتورينا اللعبة واضحة جدا. اتفضل حضرتك، هتهنى بقى ربنا يخليك. بص بقى بس ايه رأيك؟ نرجع تاني برضه عشان نعذر الحكام، نرجع تاني باللعبة، معلش نرجع قوي كتير. شوف بقى أبو تريكة طالع فوق أهو، أبو تريكة فوق والراجل إيه جاي ولا مهم حد، وداخل في ظهر الراجل زي ما احنا شايفين داخل منطقة الجزاء، وبالتالي لما شفنا مرة واثنين وثلاثة